تلاميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية النموذج الثالث، سنقوم بحله معا. التمرين الأول: ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة. كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة عندما نزل عليه الوحي. أحسنتم، صحيح. كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة. الرياء من صفات المسلم. أحسنتم، خطأ. من صفات المسلم الإخلاص وليس الرياء. تقاس قيمة الإنسان بما لديه من أموال. جيد، خطأ. لماذا نقيس قيمة الإنسان بما لديه من أخلاق كذلك العلم؟ أنزل الزبور على سيدنا موسى عليه السلام. أحسنتم، خطأ. الزبور أنزل على سيدنا، جيد، داود عليه السلام. أول ما نزل من القرآن يدعونا إلى الصلاة. أحسنتم، خطأ. أول ما نزل من القرآن الآية الأولى من سورة العلق، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن أول ما نزل من القرآن يدعونا إلى العلم أو القراءة. نراجع. كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة عندما نزل عليه الوحي. الرياء ليست من صفات المسلم. لا تقاس قيمة الإنسان بما لديه من أموال. تقاس قيمة الإنسان بما لديه من أموال، خطأ. أنزل الزبور على سيدنا داود عليه السلام وليس موسى. أول ما نزل من القرآن يدعونا إلى العلم وليس الصلاة. التمرين الثاني: صنف السلوكات التالية في الجدول. لدينا السلوكات: التعاون على نظافة الجوار، إلقاء التحية عليه، التجسس عليه وزيارته، وضع الأذى في طريقه، معاملته بقسوة، التواضع معه. إذن هذه السلوكات من مظاهر الإساءة إلى الجار، من مظاهر الإحسان إلى الجار. هذه السلوكات اتجاه جارنا. إذا كنت أسيء إلى جاري من مظاهر الإساءة، إذا أحسنت إلى جاري من مظاهر الإحسان. السلوك الأول: التعاون على نظافة الجوار. هل أحسن إلى جاري أم أسيء إليه؟ أحسنتم، أحسن إلى جاري لما أتعاون معه. إذن التعاون على نظافة الجوار من مظاهر الإحسان. نواصل. إلقاء التحية عليه من التصرفات الحسنة. أحسن إلى جاري لما ألقي عليه التحية. إذن إلقاء التحية عليه. نواصل. التجسس عليه وزيارته. زيارته تصرف صحيح، لكن التجسس من السلوكات السيئة. أسيء إلى جاري لما أتجسس عليه. إذن خاصة التجسس من مظاهر الإساءة. التجسس على جاري عليه وزيارته خاصة التجسس. وضع الأذى في طريقه. أضع الأذى في طريق جاري. أحسنتم، أسيء إلى جاري. إذن من مظاهر الإساءة. وضع الأذى في طريقه. نواصل. معاملته بقسوة. أعامل جاري بقسوة من مظاهر الإساءة إليه. أسيء إلى جاري معاملته بقسوة. أسيء
السلوك الأخير هو التواضع معه، التواضع مع شعري والتواضع مع كل الناس، هي من مظاهر الإحسان التواضع معه. إذا لدينا مظاهر الإحسان مع جاري أو مظاهر الإحسان إلى الجار، التعاون على نظافة الجوار، إلقاء التحية على جاري والتواضع معه. أسيء إلى جاري لما أتجسس عليه، لما أضع الأذى في طريقه، ولما أعامله بقسوة. التمرين الثالث، أكمل الناقص بما يناسب. ميز الله الإنسان عن غيره من المخلوقات به. العلم وسيلة للتمييز بين و. إذا ميز الله الإنسان عن غيره من المخلوقات أو عن سائر أو باقي المخلوقات ب أحسنتم بالعقل. بالعقل ميز الله تعالى الإنسان عن باقي المخلوقات. العلم وسيلة للتمييز بين و. جيد. العلم وسيلة للتمييز بين الخير والشر. وكذلك تمييز أحسنتم والحق والباطل. إذن العلم وسيلة للتمييز بين الخير والشر والحق والباطل. وميز الله تعالى الإنسان عن غيره من المخلوقات بالعقل. ننتقل إلى الوضعية الإيماجية. املأ الفراغ بالكلمة أو العبارة المناسبة. أبو بكر الصديق، ابن عمه، خديجة بنت خويلد، الأطفال، زوجته. نقرأ الفقرة. أول من أسلم من النساء وهي، ومن الرجال صديقه، ومن علي بن أبي طالب وهو رضي الله عنه. إذا نبدأ. أول من أسلم من النساء، أحسنتم، خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد وهي كيف تقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم، أحسنتم، زوجته. أول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد وهي زوجته. ومن الرجال، أول من أسلم من الرجال صديقه، أحسنتم، أبو بكر الصديق. ومن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب كان طفلا، أحسنتم، ومن الأطفال لما أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان طفلا. إذن أول من أسلم من الأطفال هو علي بن أبي طالب، وهو يقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم ابن عمه، ابن عم الرسول، وهو ابن عمه رضي الله عنه. إذن نعيد قراءة الفقرة. أول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد وهي زوجته. ومن الرجال صديقه أبو بكر الصديق. ومن الأطفال علي بن أبي طالب وهو ابن عمه رضي الله عنه. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.